الست دلال. مين الست دلال؟ دلال بنت حمادة فتح الله، اسم على مسمى، دلال وجمال لحد الحلقة 20. حاجة كده زي البلسم، ناعمة وذكية، وجوزها وكل اللي حواليها كان ناقص يعني يحطوا أغنية سكر محلي محطوط على كريمة لحد الحلقة 20. يا صباح الفل يا صف صف، يسعد مساكي يا حاج. ربنا يخلينا يا رب ويديها الصحة. هي دي السكر المحل المحطوط على الكريم. بحبك قوي يا جعفر. أنا كمان بحبك قوي يا جعفر. ربنا يخليك لي يا جعفر. أنت هنا يا حاجة؟ إيه يا حاجة في قولي يا صبح؟ يا حبيبتي أنا جاية أقول لك حاجة مهمة. خير يا سعادة، في إيه؟ مفيش حد غلبان في البيت ده كله غيرنا إحنا التلاتة. وأنا جاية لك بقى عشان تشوفي لي حل في الموضوع ده، أنا مش قادرة أستحمل. حاجة كده نوارة وسط ستات المسلسل، سكر محلي محطوط على كريمة. بعد الحلقة 20 بيظهر الوش التاني لدلال، كره وشر وقسوة قلب وإجرام، دلال التالت قتلة. أنا ست وحشة، وحشة وشريرة. سرايا هتخلف الأسبوع الجاي، تخطف الولد، تستنى مني مكالمة أقول لك تعمل فيه إيه. أنا عايزاك تقولي إن أنا حامل. هتيجي نخلص من بنت اللي اسمها عايد، قول له إن دلال هي اللي وزتك. مش هيصدق عشان ما عندكش اللي يثبت. أنا عايزاك تموت يا صاحبي. عايشة مع الراجل اللي قتل أخويا. أنا أكتر واحدة في الدنيا حبيتك يا جعفر. ضحكت عليه وفهمته إن أنا حامل. أنا كمان حامل يا جعفر. علشان لما أجي أخطف ابنه. تولد الأسبوع الجاي أو تخطف الواد الأسبوع الجاي. متشكش فيه؟ كلمته لحظتها. قلت له يا جعفر الحقني. ضربوني وسقطوني. ده أنا خليت كمان الدكتور يضحك على جعفر معايا. حقك أنت خدته من زمان وكله بوسه. أنا مش هقدر أستحمل الكلام ده أبدا. فهي هتعمل اللي أنا بقول لك عليه وهتكتب معايا كدبتي، يا إما هدخلك السجن. وجعت قلبه هو وسرايا العمر كله على ابنها. استهدي بالله من اليسرى. لا بجد أنا شريرة قوي. ده بجد والله العظيم مش كلام. ما تتقفلش كده. تتقفل كبيرة. قفلة تليق بيا. قفلة تليق بدلال فتح الله. دلال بنت حمادة فتح الله. إيمان العاصي أدت أداء متميز جدا، أخدت خطوة كبيرة نحو النجومية، كان أداء مفاجئ وملفت وجميل. إحنا معانا النهاردة دلال السفاحة ذات الوجه الملائكي، دلال بنت فتح الله أو إيمان العاصي. السفاحة ذات الوجه الملائكي. مبروك 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 يا إيمان. دلال بنت فتح الله. مبروك مبروك يا إيمان. انت سمعتي بقى الصوت الشرير الصوت الشرير. الناس بتشوفك شريرة. انت لحد الحلقة 20 كنت سكرة. حد شاكي فيا؟ لا. بارك لك. كنت بقول انه دورك في دلال اعاد اكتشافك. الحمد لله. اداكي مساحة كبيرة نحو النجومية، حاجة كانت مفاجأة للناس. ايوه مفاجأة انا كمان والله. كنت متوقعة انه دلال يطلع منها كل ده؟ لا 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 لا. استاذ محمد سامي لما اداني السكريبت هو بيحكي الشخصيات كلها، سرايا وعايدة ودلال وصفصف وداد فبيحكي عادي كده في الاول، دي حبيبته الاولانية وحب عمره، بتخلف بتتضرب في الشارع، البيبي بيسقط ما بيخلفوش، فخدنا كده بريف سريع. خلاص اتفضلي اقري.
فتمام يعني انا شايفه الشخصيه برضو عندها مشاعر وعندها سسبنس وعندها مشاكل مع اهلها. خدت القلم على وشي زيكم بالظبط بالظبط. حبيتي ال انا استمتعت فعلا. كان معروض عليكي دور تاني بس انت حبيتي دلال اكتر. انا يعني انا طول الوقت كان نفسي الحقيقه اشتغل مع استاذ محمد سامي، ونفسي انا عارفه ان هو اللي بيشتغل معاه بيتحول طريقه للاحسن بكتير يعني، وبوجه له تحيه من أكيد. خلال البرنامج اكيد. وبعدين اعتذرت لانه هو كان دور حلو جدا 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 اللي كان اوريدي معروض عليا. واحده من الستات الاربعه ولا يعني لا بلا يعني مش ولا وداد يعني. وده الدور حلو جدا 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 يبقى يعني مش وداد. لا الدور حلو قوي. بس هو يعني ما علينا مين هو الدور. الحقيقه هو كانوا دورين مش دور واحد كمان. ولكن هو ده هو من غير ما افكر. انا مضيت على بياض. انا سنه على بياض. هي انت كنت تليقي لا هو يا نرجس يا عايده. كل مسلسل ادواره حلوه و ايا كان انت حبيتي. ابن محمد رمضان قال لي انا عاجبني قوه رفضك جدا في انك انت مصممه. قلت له ايوه انا عايزه ايمان، انا نفسي ايمان يبان اللي عندها ده. ما كنتش عارفه ان انا شريره قوي كده بس الحمد لله ان انا طلعت شريره. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.